معلش إن كنت بقيت عادي مش بضحك زي زمان يعني، ومقصر مش بسأل خالص، مع إني مفيش شيء يمنعني إني نتكلم أو نحكي، وإن كنت مقصر في ردودي على مسجات بتجيلي، وإن كنت بقيت بارد يمكن ولا بسمع لما بتحكيلي، ولا بحضن وقت سلامي عليك وبسلم بالإيد طياري، مع إنك مهتم ودايما تسأل عن حالي وأخباري. أنا فعلا مش قاصد إني أتغير على أي صاحب ليا، أنا بس الفترة دي ملخبط، فياريت تستحملني شوية.